السلام عليكم متشبع الكرام، جبت لكم الخوت تقييم ديال اشرف حكيمي اللي خداه والتنقيط. هاد لا فيديو الخوت ديما خاصكم تولوا تتبعوه. علاش؟ حيت دابا حكيمي مبقاش كيتنافس ليه مع باريلا ولا لوطارو مارتينيز، ولا كيتنافس مع لاعبين كبار، مع نيمار، مع مبابي، الى جا ميسي. تاوي خاصكم تعرفوا التنقيط ديالو في لي ماتش مع هاد اللاعبين الاقوياء. المهم الخوت ما نطولشكم بزاف، ونقول لكم التنقيط ديالو حسب الصحافه العالميه. حسب موقع دي هارد تاكل، عطى تقييمات ديال اللاعبين بعد مباراة بحيث يبداو من الحارس. الحارس كيلور نافاس خدا 7 على 10 اللي تسجل عليه البارح هدف، حيث انهم سالوا المباراة البارح بجوج لواحد. اللاعب كيرير 6 على 10، كيم بيمبي 6 على 10، ديالو 5 على 10. اريرا اللاعب صراحة هذا مساجم مع حكيمي بشكل كبير، ولا عطى الباس العالمي باش جايه باش دايره، عطى الحكيمي كونترولها وتيراها، خدا اريرا 7 على 10. هذا اللاعب اسباني اللي ساجم بشكل قوي مع حكيمي. اللاعب فينالدوم اللي تاو انتدبو خدا تقييم اللي نازل 5.5 على 10. دراكسلر اللاعب الالماني خدا 5 على 10، مسجل الهدف الثاني 6.5 على 10 ايكاردي. واللاعب الخوت مبامبي، سمعوا شنو قال عليه الصحافه، بدا بشكل رائع مبكرا على الرغم انه لم يكن دائما قادرا على الوصول الى المراكز التهديد. بدا خطيرا عندما كان على الكره، وقام بعمل جيد في وضع ايكاردي امام المرمى. لعب عرضيه اخرى للارجنتيني في الشوط الثاني، ومع ذلك ليس في افضل حالاته، خدا 6 على 10. واشرف حكيمي سمعوا شنو قالوا عليه، عاد باش نعطيكم التقييم ديالو. في اول ظهور له في الدوري الدرجه الاولى الفرنسي، بدا لاعب ريال مدريد وانتر ميلانو السابق في وضع جيد على اليمين. كان يتطلع الى المضي قدما في كل مناسبه، يعني ديما طالع كيعاون المهاجمين، حيث ادت احدى هذه الخطوات الى معادلته بشوت رائع، بحيث انه لا تقلق عليه كثيرا من الناحيه الدفاعيه، على الرغم انها حصلت على حيز وبوادر ايجابيه لباريس سان جيرمان. يعني شنو بيقولوا؟ باللي اللاعب كان مشكل قوه كبيره على مستوى الظهير الايمن، وكان كيطلع دائما الموضوع يقدم، يعني كيطلع يساعد الهجوم. هادشي اللي خلاه ياخذ هذه الخطوه دي ويسجل الهدف ديالو اللي عطى لاريرا، بحيث خدا تقييم ديال 7 على 10. عندكم حكيمي الخوت هو على تقييم، هو نافاس واللاعبين اللي خداو 7 على 10. ملي يلعب مع هذا الفريق هذا اللي عندهم بامبي وعنده لاعبين كبار، ومع ذلك خدا تقييم اللي عالمي وحسن منه. يعني الخوت حكيمي ما تخافوش عليه، وان شاء الله غادي يدير افراط المكان ديالو، وغيكون هو واحد افضل ثلاث لاعبين في باريس سان جيرمان كل لي ماتش ديالو، بحيث انه لاعب كيخدم على راسو وكدائما كيعطي مات مورا مات كيعطي افضل ما عنده. هذا ما كان اخوت، تمنى لكم التقييم ديالو. كان معكم الاخضر مروان، وتهلاو لي.